صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. رغم كل التخوفات الأمنية في لبنان ورغم كل ما يجري في المنطقة ولا سيما في سوريا، ارتفع في لبنان فجأة منسوب الكلام عن تشكيل الحكومة، وبدأ العديد من الفرقاء السياسيين بترويج أجواء إيجابية واتهام أطراف آخرين بالعرقلة، حتى أنه خيل للبنانيين في بعض الأحيان أن الحكومة العتيدة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التشكيل. في الوقائع الفعلية ليس هناك من جديد حتى الآن، والرئيس المكلف تمام سلام الذي بيده تشكيل الحكومة دستوريا مع رئيس الجمهورية ملتزم بالصمت، وتقول مصادره إن المساعي مستمرة وحثيثة ونعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء. كل ذلك يجري في ظل حركة مكوكية يبرز فيها مستشار رئيس الجمهورية خليل الهراوي والمعاونان السياسيان للأمين العام لحزب الله ولرئيس مجلس النواب نبيه بري، وتبرز في المقابل مواقف لقوى 14 أذار ما زالت حتى الساعة متمسكة بمبادئ تعتبرها أساسية لتشكيل الحكومة، كعدم توزير حزبيين وعدم مشاركة حزب الله في ظل مواصلة المشاركة في القتال في سوريا، ورفضها للثلث المعطل والوزير الملك، وطلب المداورة في الحقائب وإعلان نائب عبدة. وفي هذا الإطار نفى النائب نهاد المشنوق ما نقل عنه اليوم أنه نقل أجواء سلبية من الرئيس سعد الحريري، وقال: نحن ما زلنا بانتظار أجوبة على الأسئلة الخمسة التي وجهناها، ونحن نضع شروطا لتشكيل الحكومة وليس لعرقلتها. ولفت في مجال التشكيل الحكومي ما نقلته صحيفة السفير عن مصادر العماد عون بأنه لن تكون هناك حكومة جديدة إذا لم يتمثل فيها جبران باسيل في وزارة الطاقة. هذه التطورات سنناقشها مع ضيفنا في نهاركم سعيد، رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين الأستاذ سيمو أبو فاضل. أهلا وسهلا فيك. شكرا، صباح الخير. مثل العادي بدنا نشوف شوية حركة السير على الطرقات، إذا في عجقة ولا ما في عجقة. أوتوستراد جوني عجقة باتجاه بيروت باتجاه الشمال، الحركة طبيعية. منطقة جسر الدورة كمان زحمة سير باتجاه الفورم والكارنتينا ووسط بيروت، ولكن باتجاه نهر الموت الحركة عادية، وكذلك على مستديرة الدورة الحركة عادية. عم نشوف هون بولفار الشار الحلو في عجقة سير باتجاه الصيفي ووسط بيروت، ولكن زحمة السير الكبيرة تسجل مثل ما عم نشوف بهذه الصورة على طريق المرفأ. ساحة ساسين بالأشرفية الحركة فيها طبيعية جدا. شارع الحمراء ببيروت كمان الحركة طبيعية. كورنيش المزرعة ببيروت أيضا الحركة طبيعية، ما في زحمة سير، في ضغط سير مع توقف عند التقاطعات الرئيسية بهالشارع. طريق المدينة الرياضية المطار في ضغط سير وزحمة سير باتجاه نفق سليم سلام، ولكن باتجاه المطار والمدينة الرياضية الحركة طبيعية. ساحة النجمة بمدينة صيدا الحركة فيها طبيعية جدا. يعني أستاذ سيمون، كل هذه المساعي وكل هذا الكلام الذي يقال عن قرب تشكيل حكومة جديدة حتى الساعة كما يبدو ما زال من دون أي نتيجة. يعني مرتقب بيكون هذا الواقع، لأنه أولا يعني مرحلة 9 أشهر من الخلاف ومن الشروط الكبيرة ومن التجاذبات مش ممكن يعني تتعالج بثلاث أيام، هي أول نقطة، يعني أو 4 أيام أو 5 أيام. عدا عن أنه نوعية المطالب ونوعية الشروط اللي هي مش من السهل يعني توصل لاتفاق سريع، من هون بدها تمد الامور اكثر. ينحكى بكلام عن حكومه انه عن تفاهمات، بس مش رح توصل لنتيجه، رح ترجع توصل الامور بعد يوم 2 أو 5 أو 10 تبين انه سكرت وما في امكانيه نحو، ما في انه يروحوا نحو الحكومه اللي هي حكومه جامعه او حكومه اتحاد وطني او حكومه ضم القوى السياسيه اللي عم نحكى عنها انه 3-8. رايحه الامور نحو طريق مسدود، يمكن لانه الشروط السياسيه بعدها هي ذاتها ما تغيرت. ما هي لانه الشروط السياسيه هي ذاتها. من هون انا عم اقول يعني كمراقب انه شايفه انه ما رح توصل لنتيجه، انه هو حركه بالوقت الضايع بدون اي نتيجه. هذا الوقت في فرقاء، يعني كل واحد يتحرك من ناحيته باتجاه الحكومه، يعني في رغبات للتموضع بالدوله او بالحكومه، وفي حسابات وتطلعات لمواكبه مرحله جديده. من هون في فريق بيشوف انه الشروط ما تغيرت، في فريق بيعتبر انه هلا لازم يكون مرن اكثر بالشروط او بالشكل تيرجع بعدين انه يتمسك يعني بعد ما تتشكل حكومه، يعني يتمسك بالتركيبه ويرجع يحط المطالبه.
هيدي الأمور فهمين القوى على بعضها من هون أنه بعدنا عم نحكي بدون مناطق، يعني أنه بعض الأمور عم تبنى بطريقة مسكر بحل مفرغة. يعني شو ممكن يتغير يعني من هذه الشروط؟ نحن شفنا أنه قوى 14 أدار بعدها متمسكة بكل الشروط يلي كانت حطتها، وحتى يمكن صيغة 8-8-8 يلي كانت عم تطالب فيها كما تطرح حاليا يعني ليست كما طرحتها قوى 8 أدار في قوى 14 أدار في البداية. وقت انطرحت يعني اولا من الشروط في اعلان بعبدة. اعلان بعبدة امر اساسي يعني بالنسبه لقوى 14 أدار، ولا سيما مساله البيان الوزاري. ما هو عم يعتبر انه هو بده يكون البيان الوزاري. هيدا اول نقطه. في الموضوع الاخر هو الشكل. اليوم اذا بتاخذ بالشكل انه اليوم 3-8 منا ضمانه، يعني اليوم 8-8-8 ما عاد ضمانه انه ما يكون في انفراد حكومه، لانه اليوم بالواقع اللي فيه النائب جنبلاط هو مكمل لثمانية. يعني اليوم في حال استقاله اذا يعني ما كان في اتفاق واختلفوا بعدين بده يكون هو متجاوب معهم. يعني عمليه ثمانية صارت هي عمليه مفخخه ملغومه. يعني هو حزب الله تهاون لانه في استحقاقات قدامه من هون قدم هذا التهاون. تهاون بشو؟ تهاون فقط بالتسميه يعني بمساله 8-8-8. يعني حسب ما في كلام بمحيط النائب جنبلاط انه الحج وفيق صفا هو اللي قال له لازم نوصل لحل، يعني بعد انفجار اللي صار مؤخرا، انفجار انتحاري بحار تحريك. حسب معلومات انه حزب الله هو اللي بادر، انه قال له لازم نوصل لحل. هلا هي القراءة ليش حزب الله يعني اراد او بده يوصل لحل يعني او يعمل هالخطوات هي، لانه يعني اليوم حزب الله حزب سياسي بيتعاطى الشان العام، بيتعاطى الشان الامني، بيتعاطى الشان العسكري، عنده مدى اقليمي. انه منه حزب يعني ما عنده تطلعات، ما عنده قراءات. اكيد حزب الله انا بحكي من موقعي كمراقب انه بقول بعد جمعه في المحكمه الدوليه، بقول بعد مده يعني في مؤتمر جنيف 2، خلينا ناخذ المحكمه الدوليه. من الأكيد أنه اليوم بلش تطلع كلام وتبين أنه محكمة دولية مبادئ يعني بدء المحاكمات بده يكون إلا وقع كتير على الساحة اللبنانية، على الساحة العربية، على الساحة الدولية، من زاوية أنه اعتبار المحكمة الدولية أنه في 5 مسؤولين من حزب الله هن متهمين بعملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري. اليوم حزب الله بهالطريقة عم يدفش حاله نحو يكون بحكومة جديدة قاعد فيها هو فريق 14 أدار وتيار المستقبل والقوات المدنية والكتاب، على أساس أنه بكرة إذا بدأت المحكمة رح يكون عم بجو الاتهام، تكون الصورة مختلفة بلبنان، الصورة مختلفة أنه أنا قاعد مع هذا الفريق، كيف أنا متهم بالقتل وأنا قاعد أنا وياه وكيف هو قاعد معي. بس الفريق الثاني رافض لحديث هلا. اليوم حزب الله إذا بدك هيك بالمشهد العام، يعني مثل كيف صورة الموناليزا فيها مشهدين، أنه في المنحة الإيجابي أنه تما نقول الجمال، في المنحة الإيجابي، في المنحة أنه السلبي بالحسابات. يعني اليوم هو عم بقدم هيدي الصورة الإيجابية إنه أنا متهاون رجعت على 3-8 على أساس إنه تتشكل الحكومة. بكرة بتشكيل الحكومة إنه مفترض 14 أدار يكون صار عندهم عدا عن الشروط، يكون صار عندهم الوعي إنه بعد التجارب مع حزب الله. أولا في التجارب السابقة بهالسنتين 3 كيف تعاطى حزب الله بالشأن العام، كيف تعاطى بالدولة، بالإدارات، بالأجهزة الأمنية، شو كان دوره، كيف بده يكمل، هل في نقاش على الأسلوب؟ بعتقد هذا الوقت ضيق وما رح يوصلوا عليه. طيب في اليوم ما له علاقه بالمستقبل، اذا عملوا 3-8 ما هلا عم بنحكى بعد ما فاتوا بالتفاصيل بالمداوره وبالحقائب وبالبين. طيب فاتوا على الحكومه عملوا 3-8 انطرح موضوع البين الوزاري. طيب مين الضمان اليوم بهالتركيبه المحليه؟ هي طبيعي تكون محلية، بس لأنه دائما في امتداد للقوى اللبنانيه للخارج، القوى الخارجيه بتلعب دور، مثل ما صار وقت اتفاق الدوحه. إذا اعتبرنا فيتو على الحكومة حزب الله هو أو فريق 8 أدار، فيتو مع فريق 14 أدار على أساس البيان بيتم من كلام فيه بعدين. هيك عم بقوله الرئيس نبيه بري اليوم، ما هيدا بدي أقوله. بالنتيجة طيب مين الضمانة أنه ما بيصير في مشكلة؟ يعني سابقا اتفاق الدوحة كان معمول بقطر، كان في ضمانة دولية أمريكية، سعودية، إيرانية، سورية، فرنسية، يعني معظم الدول كانت أمنت له غطى، وببين انه بلحظه من اللحظات نتيجه يعني ابتكار ملفات شهود الزور وغيرها بتم اسقاط الحكومه وعدم التزام بالاتفاق. طيب اليوم مين بده يلتزم بالاتفاق؟ اذا قالت قوى 14 أدار نحن قبلنا نفوت على الحكومه بنبحث بالبيان الوزاري اللاحقاً. هون في عدم ثقه، في عدم ثقه بيناتهم، وعدم يعني قناعه انه هذا التجاوب منه تجاوب مفخخ.
انه اليوم حزب الله عم بقول انا اولا بموضوع رفيق بموضوع رئيس الحريري او موضوع المحكمه انه انا بهذا الفريق محمي قاعد انا وياهم، ليش بكون تتهموني؟ ليش بده يكون قاتل اذا قاعدين معي؟ بالموضوع الاقليمي موضوع سوريا اما انغطى كمان اذا استمر بالقتال بسوريا، وهذا موضوع القتال بسوريا هو ورقه ايرانيه وقرار كبير. يعني كيف اذا بدك تتذكر بس يعملوا بالبيان جيش وشعب مقاومة او على غرار ما صار بال 2006، كانت الدولة اللبنانية معنية على اساس انه هي مغطاية هذا الخيار. طب اليوم اذا حزب الله كان بالحكومة واخد خيار بعضه مستمر بالقتال بسوريا، معناتها الحكومة ككل يعني هي متبنية الخطوة اللي عم يعملها حزب الله بسوريا، يعني بترتب على الحكومة ككل على دولة لبنانية مواجهة مش بس مع المجتمع الدولي، مع دول الخليجية، مع مجلس التعاون الخليجي، مع الدول العربية، مع المجتمع السني، يعني عم بعد لحد اليوم عم يقدروا يعني بالسلطة يحيدوا الدولة ككل عن هالصراع، وعم بيكون ردة فعل الصراع يعني عمليات الإرهابية اللي عم بتصير بالضاحية. فأذن إذا صارت أنه الدولة ككل هي مشاركة بهالغطاية هالفريق اللي هو حزب الله عم بقاتل، معناتها الدولة كلها سوا يعني مشاركة بالاحتلال أو القتال بسوريا ضد الشعب السوري، وأخذ الموضوع بعد آخر بوقت السعودية عم بتطالب بالخروج من سوريا، مجلس التعاون الخليجي، فرنسا، يعني ما عم نحكي بالعناوين كبيرة. يعني بهذا الجو صعب كتير أن تشكل الحكومة. أكيد ما رح تتشكل، مش صعبة. يعني مش سهل اليوم. اولا فريق 14 اذار عم بيكون مرن انه اليوم، وحزب الله عم بيكون مرن انه عم نتفاوض كانه ما في شيء، يعني كانه المشكله هي على وزاره او على مكاسب بالوزاره او على مداوره بس. لا، المشكله اكبر من هيك. هو المشكله هذا الكلام، يعني المشكله اكبر، يعني هن حطوا انه عمليه الشكل قبل المضمون. لا، هو في مضمون، يعني اليوم في كلام كبير له علاقه بالخيارات. اليوم مش بلحظة انه يتم التفاهم عليه، ومانا مرتبطة ب 888 او وزير ملك، وبعدنا عم بقولها بالبداية انه اليوم حزب الله انه قدم 888، بس انه نائب جملات وين اليوم؟ يعني اليوم بهالطريقة بهالاسلوب اللي يعني هو اللي يوم النائب جملات، يوم النائب جملات الى جانب حزب الله، يعني بهذه التشكيلة. اذا حزب الله استقال، يعني اذا اليوم حزب الله قال انه انا مش مرتاح بالحكومة، اذا هو وزراء الرئيس بري طلعوا من الحكومة، يعني النائب وليد جملات يفترض فيه يطلع. انا يعني عم باخذ عن المسار ماشي فيه النائب جملات، خاصة بجو التوازن الاقليمي. يعني اليوم النائب جملات عم شوف التوازن الاقليمي مش لصالح الخيار السعودي، انه في حركة دينامية اقوى وانشط عند ايران ومحورها وعند حزب الله. هذا الخيار بخليه هو دائما يرضخ النائب جملات لمنطقة القوة. يعني اليوم اذا شايف هذا الفريق بحالة اندفاعية وبحالة ميدانية اقوى بده يتجاوب معه. اذا استقال حزب الله من الحكومة اكيد بده يستقيل معه. يعني عملية 8 انه ما عاد 8 مع وزير ملك، صارت 8 مع وزيران زيادة، يعني بمعنى انه مؤمن اكثر الثلث المعطل، يعني مضمون. يعني ولذلك تعتبر انه مسألة الثلث المعطل او مسألة الوزير الملك كمان يلي بتحكي فيها قوى 14 اذار انه هيدي ستكون متوفرة في هذه الصيغة في حال مشيوا فيها 14 اذار. كيف عم تحكي عنها؟ لا، بترفضها. بترفضها لانه يعني بقول عم تحكي عنها يعني بالرفض. هي يعني بتعتبر انه هذه الصيغة المطروحة حاليا ستوفر هذا الامر لحزب الله وحلفائه. هو صيغة، يعني اول شيء في موضوع مبدئي بتشكيل الحكومة. يعني رئيس الحكومة المكلف بس يكون عنده ثلث معطل. اولا في تجربه سابقه قلناها بالبدايه انه سعد الحريري محافظ القاب كانت حكومه جامعه وفيها كل القوى السياسيه، وكان في ضمانه انه اقليميه ودوليه باستمرار الحكومه من ناحيه عدم الاستقاله وعدم اسقاطها وعده ثلاث نقاط اساسيه فيها ما التزموا فيها. طيب اليوم انه مين بده يضمن عدم الالتزام بانه الاستقاله بالمستقبل؟ مين بده يضمن انه ما بيصير في خلاف على البيان الوزاري؟ مشان هون بأساس التفاهم يعني ما في إمكانية يعني يوصلوا لنتيجة، لأنه النقطة الأساسية هو القتال بسوريا عمل كبير، ما إنه عمل كلاسيكي، يعني إنه مش عملية رح نفذها حزب الله موضوعية ورجع. عملية عم يعلن عنها أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إنه نحن فتنا وهي عملية وجودية ومش رح نظهر، يعني أعطيها بعدها عدا عن أعطيها بعدها الوجودي يعني والسياسي. ما رح تكون عملية سهلة انه يقدروا تيار المستقبل او فريق 14 أذار يقولوا نحن تجاوزناها، بعد كمان يعني ما عدة مرات انه كان سقفهم عالي بهالمجال. يعني من هون منا سهلة يكون التفاهم مع الحكومة من باب تجاوز هودي المواضيع. مواضيع كبيرة،
يمكن هاي يمكن رهان 14 أدار على المحكمة. شو خلينا نشوف كيف عم برهنوا على المحكمة، عم تبين يعني مواقفهم واضحة. يعني مش معقول يروحوا على حكومة فيها حزب الله والمحكمة بدها تبلش جلساتها. مش ممكن ولا ممكن. أنا هيك بشوف. أنا هيك بشوف بوقت عم يبين إنه حزب الله إنه أبدأ كل تجربة يقول إنه أنا بدي فوت على الحكومة. بس هوني كمان أنا بشوف إنه عند حزب الله في إنه أنا كمان سعيد إنه اليوم أنا نتيجة ظروف نتيجة حملات عم بتصير، أنا عم بيجي لكم يا سنة أو يا تيار مستقبل أو يا 14 أدار تعالوا نتكاتف. أنتوا رفضتوا، بكرة إذا صار في عمليات تانية أو صار في أحداث تانية أنه أنتوا مسؤولين. بده كمان يشارك فريق 14 أدار معه بالمسؤولية. هيدي يعني نقطة كمان في عندي يعني بتاخد بعين الاعتبار. أنا بتقديري عدا عن أنه كنا عم نحكي أول بالبداية بموضوع له علاقة بالثلث المعطل، يعني رئيس المكلف بيعتبر أنه بالثلث المعطل في شراكة دستورية معه، أنه أنا بالوقت عم وقع على حكومة في حدا شريك معي، أنه أنا صرت على خلاف. وهذا كلام صار واضح من عدة حكومات أنه الثلث المعطل هو مطلب له علاقة بالدور الشيعي بالسلطة التنفيذية، أنه اليوم نحن بدنا نكون عندنا حضور بالقرار السياسي. القرار السياسي هو بيكون أنه بضبط حركة رئيس الحكومة من خلال الثلث الموجود. في محلات إذا ما اقتنعنا هي تتجاوز يعني نستقيل بتتجاوز نوعا ما يعني موضوع التعيين مدير عام إذا بدك تأمن له الثلثين أو أنه تعيينات أخرى. هي إلها علاقة بدور الطائفة الشيعية بالتركيب السياسي. من هون هذا الاندفاع نحو الثلث اللي هو يعني رئيس المكلف بالأساس هو كمان رفض. بس يعني كمان نحن عم نشوف بهذه المسألة اللي إلها علاقة بالحكومة أنه قوى 8 أدار ولا سيما حزب الله والرئيس نبيه بري يعني عم ينجحوا أنه يظهروا، وخصوصي بهاليومين اللي مضوا، أنه والله هن بدهم الحكومة، هن مش معرقلين، وأنه الطابة بالملعب الآخر. يعني طلع لقاء الأربعاء من عند الرئيس بري قال أنه كانت الأمور إيجابية، طلع بيان المستقبل خربط هذه الإيجابية. كتلة الوفاء للمقاومة من بارح قالت أنه نحن متجاوبين ولكن حذرت من حكومة حيادية. إضافة إلى ذلك ما ذكر اليوم أو ما نقل اليوم عن النائب نهاد المشنوق ورجع هو نفاه أنه هو نقل أجوبة سلبية من الرئيس سعد الحريري على تشكيل الحكومة بالصيغة المطروحة فيها حاليا. فإذن يعني هذه القوى قوى 8 أدار عم تنجح بتظهير صورة أنه هي والله ماشية بقصة الحكومة. هلا يعني واضحة بعدة محطات انه فريق 8 أدار انه انشط من فريق 14 أدار بالحركة الإعلامية. بس انا عم اقول بموضوع موقف الرئيس بري انه التجاوب ما لازم يكون متجاوب مشروط، انه هو مشروط انه متجاوب على اساس انه ناخذ نحن شروطنا على حساب شروطكم وقناعاتكم. بس انه ما بيمنع، انه انا ما عم بعطي نصيحة عم بحكي الوقت، يعني ما بيمنع اذا البلد بهذا الوضع ورئيس الجمهورية عم بقول انه انا هيك بشوف التركيبة في حال انتم اختلفتوا يا قوة سياسية وعطيتكم مهلة يعني تعملوا حكومة، يا بتكون حكومة يعني بتضم كل الناس او بتكون حكومة انا بشوفها كيف بدها تتشكل. اذا اليوم رئيس بلد وقوة 8 أدار عم تتجاوب على اساس تشارك بالحكومة، يعني هي التجاوب التخلي من 996 هو لانه انا عم لك في نائب جملات بشكل هو الضمانة. عدا عن انه في كلام سابق كان قاله رئيس المكلف انه انا الضمان للمقاومة، هيدا موضوع اخر. بس اليوم اذا بدهم يمشوا البلد يعني او يعتبروا انه بمرحلة انتقالية البلد في استحقاقات رئاسية استحقاق رئاسي وفي ظروف صعبة، انه التسهيل بيكون بحكومة عم يعملها رئيس الجمهورية ورئيس المكلف اللي هي تعتبر بيقولوا عنا حيادية بيقولوا عنا يعني هيدا امر واقع. انا بقول هون انه حاجة حزب الله للحكومة هو الموضوع المحوري. ايه بس حزب الله ما بده الحكومة الحيادية. ما عم قلك يا يعني انه هن اذا عنده انه عم بقول انا التجاوب المشروط هو التفجير للوضع. يعني اذا شايفين انه البلد طب هون دليل في وضع اقتصادي متدني انه بده حكومة ولا ما بده حكومة؟ مين؟ حزب الله. يعني وقت بيجي بيقول لك انا مع الحكومة الجامعة الوطنية الجامعة وهي شروطي، بيجي الفريق الآخر بيقول لك هاي شروطي ولا يمكن تشكيل هكذا حكومة، بيجي رئيس الجمهورية بيقول عم دعمل حكومة حيادية، بيطلع حزب الله بيقول له الحكومة الحيادية غير ميثاقية غير دستورية ستزيد من تعقيد الأزمة. بيكون حزب الله بده حكومة ولا ما بده حكومة؟ حزب الله عم بده حكومة مثل ما هو بشوفها. يعني عم بتعاطى بصيغة من واقع انه التوازن على الأرض انا الأقوى.
هو عنده حصريه شيعيه بالتمثيل بالطائفه الشيعيه، بس عم بقول انا بدي شيء بدي الحكومه مثل ما انا بشوفها. بس انا هون عم بقول انه كمان بشوف انه هل انه بعد شهر بس يعني يستنفذ حزب الله محاولته او مناورته كقوه سياسيه له حق بالمناوره لتعزيز موقعه بالحكومه الجديده، هل انه اذا فشلت الامور يعني بده يكون يقول انه انا رحت معكم للاخر ولي حق التحرك لردة فعل باي مجال؟ يعني هل التجاوب هو رح يكون توطئة لاجراءات يعني ميدانية بعدين او ردة فعل؟ يعني هذا التجاوب بده يكون انه يا اسود يا ابيض، انه يا بياخذ انا مثل ما انا بدي او بتصرف مثل ما انا بشوف مناسب تعطل اي تركيبة تانية. بس هو ما حكي عن اي تصرف على الارض، هو حكي انه بصير في تعقيد للازمة السياسية وتعقيد للحلول. هلأ الأزمة السياسية سيد بسام معقدة كتير، الوضع الأمني بالبلد يعني عم بزيد كل يوم بعد يوم جرائم وتفجيرات، الوضع الاقتصادي عم نشوف هيئات الاقتصادية شو عم تشكي، نقابات يعني بهالمجال الاقتصادي شو عم تعبر، الفنادق عم بتسكر، قطاع السياحي يعني كمان بحالة فراغ. إنه الوضع الاقتصادي في عدة مجالات يعني بالبلد بتخلي انه يكون في رغبة بتشكيل الحكومة، انما الموضوع هو انه مش بلحظة يعني بتم تجاوز كل الملفات، انه بدنا عملية يعني مصالحة بين اثنين مختلفين على بيعة سيارة، لا في واقع كبير. انا اذا بقول لك كمواطن انه اوكي لازم يضبطوا الوضع، بس نحن عم نحكي عم نقرا الوضع كيف هو شو الخلافات، يعني خلافات منا صغيرة تتنضب بلحظة. بيقولوا الأستاذ إنه هذا المشنوء نقل أجواء أو عكس أجواء، بالنتيجة في مواقف، يعني مثل ما أنه حزب الله عنده مواقف الفريق الآخر عنده مواقف، التجاوب ما بيلغي القناعة. هذا اللي صاير بالحكومة، من هون ما رح يوصلوا لمحل، يعني بعد ما فاتوا بالتفاصيل يعني أنه أكتر إذا قالوا توافقنا ما رح تكون هي النقطة الأساسية، يعني مش قصة أنه ثلاثة ثمانيات والمداورة، في ما بعد مين بده يضمن موضوع البيان ومين بده يضمن استمرارية الحكومة على أي أساس. طب وقت تطلع كمان أخبار بتقول إنه والله إنه حتى صار في يعني مثل هيك تسهيل إقليمي لولادة الحكومة، وخصوصا يعني مثل ما بيقول فريق 8 أدار من قبل المملكة العربية السعودية إنه هي صار بدها حكومة جامعة وإنه أوكي يلا مشوا وزبطوا الوضع، المهم إنه يمشي الوضع. هل هذه الأجواء يعني صحيحة إلى هذه الدرجة؟ والملاحظ أنه لا بالآخر في يعني مواقف عم تاخذها عم يخدوها فرقاء لبنانيين وب14 أدار وتحديدا تيار المستقبل هي عم بتكون الأساس بمسألة تشكيل الحكومة أو عدم تشكيلها. بس ما هي قبل مدة كانت النقطة يعني عند حزب الله، يعني كانوا يقولوا أخي نحن مع تشكيل الحكومة على أساس الانسحاب من سوريا. هي منا يعني ما بصير الطابع عند الشخص اللي بيبدي حسنية، في وقائع. يعني اليوم اذا قال فريق 8 أدار نحن بدنا الحكومه هلا، يعني ما صار هو المسؤول اذا ما رجبت الحكومه وفق شروطه. ما في شروط بترتب على لبنان يعني مسؤوليه اكبر. مين بيقول انه اليوم مين بيضمن بعد كل المواقف عم بتصير الاقتصاديه والعربيه باتجاه لبنان واللي هي بعيدا عن موقف السعوده او 3 مليار اللي هن للجيش اللبناني، خلينا نحط انه قديش طلع مواقف مجلس التعاون الخليجي وعده مواقف انه بدها تضيق على حزب الله وعلى اللبنانيين. طيب مين بيقول بكره اذا حكومه من لبنان فيها حزب الله ما بتعرض المواطنين اللبنانيين بكل الخليج لرده فعل وكمان بتاثر على لبنان على الحكومه اللبنانيه؟ يعني انا بشوفها بدها تاثر بتعمل رده فعل. بعدين الموضوع السعودي اللي عم يحكوا عنه فريق 8 أدار ممكن عندهم معلومات لانه اليوم كل القوى السياسيه بتتواصل مع بعضها، بس انه ما في ما انه كيف يعني ما بين بعتي موقف سعودي انه في تجاوب، يعني موقف سعودي واضح بموضوع حزب الله بقتال بسوريا، وموقف السعودي منه انتقائي بالنسبة لثمانية أدار. يعني يا بده يقولوا السعودية انه عندها دور بلبنان بدعي لهالنقطة هالنقطة هالنقطة وبشوفوه بيجاوبوا هني وقوى 14 أدار على أساسه، او يعني ما بيقدروا انه لو بيتهموها بالتفجير او بيتهموها انه بالتفجير. يعني هذا الكلام انه ما يعني السعودية عم تحكي يعني عم بيطلعوا مسؤولين فيها مثل بإيران امبارح الإمام الرفسنجاني قال إنه كمان نحن السعودية إنه توتر المنطقة، إنه بالسعوديين عم يحكوا عم بحملوا بعضهم مسؤولية، إنه ما صدر موقف بعد الموقف هيدا الموضوع بعده على الساحة اللبنانية على القوى اللبنانية اللي بعضها بيعتبر إنه تشكيل حكومة بهالطريقة يعني عم بتحط البلد بالمواجهة
مع سوريا، مع الشعب السوري، مع الشارع العربي، مع المجتمع الدولي. اليوم يعني مين عم بيحاول يشكل هذه الحكومة بلبنان؟ يعني من الناحية الدستورية شو دور رئيس المكلف، شو دور رئيس الجمهورية؟ هل هن يعني فقط يعني يتلقون ما يعني ما تطالب به قوى 8 و14 أدار؟ هلا بالصيغة اللي صايرة انه عم بتصير هي انه القوى السياسيه عم تشكل الحكومه، مش الرئيس المكلف ولا رئيس الجمهورية. ما عم بقلك انه هي عملا بالنص بالدستور انه الرئيس المكلف هو بيعمل اتصالاته وبيشكل الحكومه وبيرفعها لرئيس الجمهوريه، بس بهذه الصيغه القوى السياسيه هي تتحكم. هلا يمكن لانه الوضع بالبلد بلبنان صاروا معودين عليه انه الواقع والعرف بالتعاطي، يعني بالتعاطي مع القوى السياسية على حساب الدستور مشان تشكيل حكومة، انه عم بيكون يعني ماشي قدام النص، قدام الدستور، انه هيدي لانه في مسؤولية احيانا ومطلوب تاخذ مديها، بس مبين انه القوى السياسية يعني بحالة مبادرة، ومبين رئيس المكلف الجمهورية بهذا الموضوع اذا ما راحوا على حكومة محايدة بهذا الموضوع مبينين هن بحالة تلقي، يعني عم بتلقوا نتائج الاتصالات. هلا عم بيقولوا كمان انه نحن عندنا فرصة، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عم بقولوا انه في مهلة دستورية عم تضيق لانه مفترض تتشكل حكومة قبل الدخول بمرحلة استحقاق رئاسي. هلا ممكن بالوقت الضايع يعني او بالمحاولات هي عم تترك القوى السياسية تلعب دور، وعلى ما يقال انه رئيس الجمهورية ابلغ الجميع انه انا تارك الامور بياناتكم تتوصل لمحل، اذا ما وصلتوا لمحل بعد خيار الحكومة الحيادية على الطاولة بنفس الوقت، بس في رهان كبير انه الحكومه الحاليه ما رح تتشكل، رح تبقى الحكومه الحاليه رح تتشكل. ليش؟ لانه يمكن الرئيس المكلف ما بده، الرئيس المكلف ما بده يبادر بهذا الموضوع حتى ما يكون في يعني تتصاعد حده الخلاف ويعني يصير في تداعيات كمان على الارض إلى علاقه بهذه المساله. الرئيس المكلف مسؤوليته بهذا الموضوع يعني فيها عدة أبعاد. اليوم هو ما بين يعني ما أعطى إشارة حسب عم بيحكي معلومات وحسب معطيات أنه هو ما بده يشكل حكومة. الرئيس المكلف عم يعتبر أنه إذا صار في فراغ رئيس الجمهورية ما بيقدر يشكل حكومة يعني بآخر بالمهلة الدستورية أكيد ما في شكل حكومة، يعني وفق الطائف يعني وفق الواقع الجديد مطلوب اليوم تتشكل حكومة انه هو بنقيها بالتنسيق مع الجمهورية وبيرفعوها لمجلس النواب، لانه بيعتبر انه اذا البلد صار في فراغ، اذا صار في فراغ في اليوم حكومة الرئيس مئاتي، حكومة الرئيس مئاتي تعتبر هي فقدة ثقة بعد استقالة رئيسها. من هون انه يعتبر هو الاكثر يعني دستورية اذا بدك انه دا يكون هو بالواجهة او رئيس السلطة التنفيذية في حال شغول برئيس الجمهورية. هيدي النقطة هو متمسك فيها، اليوم اذا في فراغ رئيس مئاتي ما في يكون، انا بدي يكون، بده يكون بس مع حكومه ما في يكون لحاله. هلا الحكومه اللي عم ينحكى عنها انه الحكومه اللي عم ينحكى عنها الحكومه السيسي، اذا فيش لي مساعده هذا اتصالات رح يشكل الحكومه اللي كل القوى السياسيه عم تعتبر انه مش عارفه كيف لونها، عم ينحكى عنها انه حياديه، هيدي اللي هي ما حدا بيعرف شو مصيرها بعد، بتخليه يكون هو بالواجهه على غرار ما صار بال 2007 عندما ترك رئيسنا حوض القصر، وكمان ما صار في انتخابات كان رئيس سنيورا، انه هيدا هو اذا بدك بالبعد السني كمان انه اليوم السنه بيعتبروا انه هن عندهم دور، هو رئيس الحكومه بده يكونوا هن بهذا الموقع بعيدا عن الموضوع الدستوري والموضوع يعني القانون شو بيقول في هذا النقطه، انه اليوم اذا ما صار في رئيس الجمهوريه اذا وكان في فراغ رئيس مئاتي مش مؤهل بحكم قناعتهم الدستوريه يعني والبقائع، فاذا اذا بقى رئيس بري وحده بالواجهه بيكون هو الرئيس الدستوري الشيعي الاقوى وهو في واجهه البلد، بوقت هو لازم يكون على المدرج الى جنبه، عم نحكي بالوقاية المذهبيه وبعمق الازمه بالبلد اللي هي طبعها سني وشيعي. بس ما موجود يعني في رئيس حكومه عم بيصرف اعمال وفي رئيس مكلف ورئيس مجلس النواب كمان موجود. يعني المشكله وين بتكون؟ بس بمن سيستلم صلاحيات رئاسه الجمهوريه في حال حصل الفراغ؟ هيدي هي النقطه انه عم بقول انه اليوم في مثل اي دوله بالعالم في هيك هيكليه، مع انه اليوم في خلل شوي بالطائف، يعني بتروح يمكن على امريكا رئيس اذا ما في نائب رئيس مجلس النواب، بفرنسا في هيكليه، اليوم في هيكليه بيعتبر انه انا بدي اكون رئيس السلطه التنفيذيه، انا بدي استلم الصلاحيات لانه بدي يكون يعني في صراع بالمنطقه السياسي، صراع السياسي هو يعني من فريق سياسي اللي هو 14 اذار
واللي هو يعني تم تسميته طبعا وسموه الاخرين، بس هو طلع من صفوف هذا الفريق وكان معهم على اللوائح وكان بكتله الرئيس الحريري، يعني هو عنده لونه السياسي. هلا بيحكوا بنحكي بالاعلام انه عن طبيعته، هذا موضوع اخر، بس اخر شيء في خيار من هون. هذا الصراع جزء منه مين بده يكون بالمستقبل، لانه اذا في فراغ مين بده يدير البلد، عدا عن انه رئيس الجمهوريه رئيس سليمان اذا راح على حكومه حياديه، هذا بترجع للحسابات اللي ممكن يبنيها، كمان عنده قناعة رئيس نامين انه البلد ما في كفي بالفراغ بهالحكومة. نعم. انه هيدي الحكومة عم ينحكى انه اولا في اشكالية حولها، نص البلد مش موجود فيها، يعني التيار المستقبل فريق 14 مش عم تفند، يعني اليوم انه في فريق مش موجود فيها، عدا عن انه مثل ما ماشي ملفات وهدر وصفقات ويعني وسجال بين الوزراء، ما في يترك اذا في فراغ، كمان على انه عارف انه مثل ما انه مرفوضه هيدي الحكومه غربيا ويعني دوليا، بده يحاول يقدم حكومه بديله، يعني ما انه مقتنع انه يترك البلد بهذه الطريقه. وهو عم بيقول يعني حسب ما ينقل رئيس عم بيقول انه انا 6 سنين يعني انه كنت متهاون مع حزب الله وكنت متهاون مع نيميرون، ونتيجه العهد ما انتج اي ايجابيه، ما قدر اقدم شيء الا اكثر شيء قدر انه روق الامور، وحتى هيدي ما قدر يعني ما قدر يوصل لها. من هون الرئيس سليمان عنده رغبه انه هاي الحكومه ما لازم تبقى، لازم يلاقي لها حل بتكون في حكومه ثانيه، اقل شيء تكون جامعه تكون هي بالسلطه. هكذا رح نتابع النقاش بموضوع الحكومه، خلينا نتوقف اول مره مع الاعلان. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBC. بدنا ننتقل نحن وياك مباشرة إلى باريس عند الأستاذ نهاد المشنوق. نهارك سعيد. أهلا أستاذ نهاد. يعني اليوم بالصحف والأجواء الإخبارية اللبنانية نقلوا عنك أنه حضرتك نقلت أجوبة سلبية من الرئيس سعد الحريري إلى علاقة بموضوع تشكيل الحكومة، شو ردك على هذا الكلام؟ لا أبدا غير صحيح، أنا جيت على باريس بتكليف الرئيس سنيورا للتشاور مع الرئيس الحريري بالأسئلة الخمسة اللي وضعناها ل يعني قبولنا أو رفضنا لتشكيل الحكومة. نعم. هذه الأجوبة لم تأتي حتى الآن بشكل واضح وصريح ومحدد. يعني هاي الأجوبة لازم تجي من قبل مين؟ من قبل قوى 8 أدار؟ من قبل حزب الله بالتحديد؟ يعني عملياً رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وليد بيك عم يعني بيتولوا الاتصال بمختلف الاطراف لتقريب وجهات النظر. نحن وضعنا الاسئله الخمسه كقاعده لن نجيب على بنعم ام لا قبل الحصول على اجوبه اكرر واضحه ومحدده وصريحه بشان الثلث المعطل، بشان اعلان بعبده في البيان الوزاري، بشان تشكيل الحكومه بشأن المداورة بين الوزارات، بشأن حق الفيتو العادل على بعض الأسماء التي يمكن أن ترد ولا يوافق عليها رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف. ومسألة القتال في سوريا، يعني شو موقف الرئيس الحريري من هذا الموضوع؟ يعني تشاركون مع حزب الله؟ قاعدة المناقشة حول القتال في سوريا هي إعلان بعد. نعم. يعني نحن حولنا ما يسمى بالشروط اللي شائع استعمالها ببيروت إلى أسئلة، وهذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة لم تأتي حتى الآن. شو الرسالة اللي حملك؟ ليس هناك من أجواء سلبية ولا أجواء غير سلبية، هناك مفاوضات يتولاها الرئيس سنيورا بالتشاور مع الرئيس الحريري، وبانتظار أن تتبلور أجوبة نهائية وواضحة. شو الأجواء يعني؟ أو ينشر حول أسماء الوزراء والتشكيلات، هاي يعني أوهام غير واردة ولم يعني يناقش فيها أحد. شو هي الرسالة اللي حملك إياها الرئيس الحريري يعني لتيار المستقبل وأيضا لا حلفائه يلي بقوى 14 أدار؟ هل كلكم متفقين على هذه يعني الأسئلة الخمسة؟ هناك تشاور لا يزال ساري المفعول، ليس هناك من اتفاق حتى الآن. نعم. هناك تشاور ساري المفعول قاعدته
بين الجميع هي الأسئلة الخمسة التي تحددت بال 48 ساعة الأخيرة. رح بيكون في شي موقف للرئيس الحريري بهالساعات المقبل يعني يتحدث عن هذا الموضوع؟ لا لا، الرئيس الحريري لن يتحدث عن هذا الموضوع بانتظار تبلور الأجوبة وبناء عليها يقرر. شكرا للأستاذ نهاد المشنوع على هذه المداخلة مباشرة من باريس. في عندك أي تعليق على الكلام اللي قاله الأستاذ نهاد؟ لا، بعدنا بحكينا أنه بعدنا محلنا يعني أنه ما في أجوبة حتى يمكن على بند من الخمسة، يعني أنه ما في تقدم. أنه قصة بيان بعبده، إعلان بعبده يعني هو محور، ما رح يكون في جواب عليه لأنه أنا بتوقع يعني بالصيغة اللي هن يعني متوقعينها بدها تاخذ وقت الامور لحديد انه يبقى تبقى الامور يعني بين اخذ ورد، لحتى اذا في مهله دستوريه يعني رئيس حاططها الجمهوريه ورئيس سلام انه يتصرف باتجاه اخر. في كمان يعني اليوم مثل ما قرينا بصحيفه السفير نقل عن مصادر لعماد عون بانه لن تكون هناك حكومه جديده اذا لم يتمثل فيها جبران بصير في وزاره الطاقه، يعني هذا شرط كمان. ما هو انا قريت هيدا، مشان هيك عم اقول انه اليوم بهاللحظه هي اذا اتفقوا المداوره شو يعني باي اتجاه، يعني اذا صار في اتفاق ما في المداوره ببعض الحقائب الاساسيه، يعني مثلا انه الاتصالات وين بتكون ببعض يعني ببعض الوزارات الحساسه مع مين بدها تكون، يعني في كلام انه محوري، مشان هيك مش ممكن يتم التفاهم عليه. يعني عماد عون انه اولا بعده خارج المفاوضات على اساس بعده عم يتفاهموا على العناوين الاساسيه. هون بدي اسال سؤال اساسي، يعني وين المسيحيين فرقاء المسيحيين بهالمفاوضات؟ هلا يعني سمعنا الاستاذ وهذا المشروع بيقول انه بعده في تشاور بين الرئيس الحريري وحلفائه، وبعد ما في اتفاق على شيء في تشاور، وحضرتك عم تقول هلا انه عماد عون ما زال خارج المفاوضات. واستاذ نهاد قال عن اصدقائه كمان انه في تشاور، هو في دور مسيحي ضعيف بالمعادله اللبنانيه، يعني في دور مسيحي ضعيف يعني ناتج عن الصراع، كبر الصراع هو الاقليمي، الصراع الايراني السعودي، الصراع السني الشيعي، المسيحي ما لازم يكون براته، يعني بمعنى انه يكون هو حريص على بعض الافكار، يعني شايف بعض الصراع وين بياخذ، بس باللعبه المحليه بلبنان قد يكون اولا العماد عون متريس، يعني انه انا اذا اتفقتوا انتم تضبوا الوضع بحكومه لانه اثنيناتكم عم تنصابوا، عم انتم 14 اذار عم يسقط لكم شهداء، امبارح كان محمد شطح، وانتم يا حزب الله عم تتعرضوا لعمليات ارهابيه بالضاحيه، انه اذا اعطيهم مهله العماد عون بده يفوت بعدين بشروطه هو، لانه عماد عون حساباته ابعد، يعني حساباته اذا ضبطوا الوضع بالحكومه انه اليوم هو رح يكون خسران، لانه بيستقر الوضع بيقدر يقرب موضوع رئيس الجمهوريه بارتياح اكثر. هيدي انا هيك بشوفها. عما عند 14 اذار، لا انا عم شوف انه موقف الدكتور جعجع انه تارك اثر على فريق 14 اذار. يعني انه الدكتور جعجع مبين بموقفه منسجم مع حاله ومواقف سابقه، انه نحن قلنا بموضوع حزب الله ما بدنا نشارك معه. طيب امبارح بس مات محمد شطح وطلعوا 14 اذار بمواقف عالي السقف، حتى بده يشكلوا حكومه من 14 اذار. طيب القصه يعني الحس ما لها 15 يوم، عم بيحكي بكلام الدكتور جعجع يعني بالقراءه، لا في كلام منسجم بواقع بالعمل السياسي، مش دائما عمل سياسي فيه انه تسويات وتنازلات. من هون دكتور جعجع عم بقول انه نحن مش مع الشراكه مع حزب الله بالحكومه اللي نحن وياه على خلاف كبير بعده، يعني تبدا الامور من خلاف من عمل المحكمه ودور المحكمه للقتال بسوريا لاداره البلد لكثير يعني ملفات. من هون انه كمان دكتور جعجع عم بيكون هو لاعب بموضوع لاعب بما خص الفريق السياسي اللي هو فيه، بس بعد القصة يمكن يعني ما وصلت لوقت يكون في الموقف المسيحي من جانب 14 كمان تبين ساعتها إذا هالموقف المسيحي هو فاعل أو كمان تم تجاوزه. يعني حتى اليوم الموقف هو موقف يعني مؤثر على مسار الضغط باتجاه أنه تعزيز المطالب والدفاع نحو حكومة تكون حيادية. يعني هذا الموقف اللي أنا عم شوفه. هلا بالأساس إذا بدك ترجع على نقطة هيك الأساسية إنه دور المسيحي، لا الدور المسيحي غيب، يعني عن كتير محطات كبيرة بالبلد المسيحيين غرقانين بصراعات داخلية، ما بالضرورة يكون في هالكلام إنه يكونوا موحدين، لا يعني بس الواقع صاير إنه بكركي باتجاه القوى المسيحية باتجاه، يعني ما في رؤية حول موضوع المسيحي المصيري. بتشوف بالبلد السنة عندهم انه سعد الحريري
بتطلع، عم نحكي عم حفظ القابل لانه بدنا نحكي عن السيد نصر الله، بتطلع نحو رؤيه بتعني يمكن الشان اللبناني والطائفه السنيه ومواطنينهم. كذلك الامر عند السيد حسن نصر الله بقول وعند الثنائي الشيعي ببين انه في اهتمام اول له علاقه بتعزيز حضور الطائفه بالدوله وبالمؤسسات. كذلك عند النائب جنبلاط اليوم عند المسيحيين لا، يعني فرتوا على الدوله وظهروا من 2005 لليوم. انا ما شفت كمراقب انه المسيحيين يعني حتى اليوم عاملين لمعه بالحياه السياسيه، يعني في تغييب ذاتي لهم ناتج عن عده اعتبارات وتواضع دورهم الى جانب حلفائهم الكبار الاساسيين باللعبه. طيب بهذا الموضوع، يعني بالموضوع المسيحي ومساله الحكومه، كنا شفنا يعني اندفاع عمل بكركي طلعت تحكي بمساله انه الاستحاء الرئاسي والاستحاء الرئاسي، وطلعت كمان تحكي بحكومه يمكن حكومه ساعه حياديه ساعه حكومه وطنيه جامعه، وكان في يعني عده مواقف هيك صدرت عن صرح البطريرك بكركي، شيء من البطريرك شيء من خارج البطريرك، حتى بالاخر نقل الكلام انه الرئيس بري يعني ودى مثل الرسالة للبطريرك بيقول فيها انه قد يكون الاستحقاق الرئاسي مهددا في حال يعني انه بكركي مشيت بخيارات مش موافقين عليها مثلا قوى 8 اذار او جزء يعني اخر من المسيحيين. بس ما يبدو انت بالجو هالاتصالات اللي انحكى هو معلومات انه الرئيس بري زاره يعني طالب يشوف الاب أنطوان خليفة وقال له انه اليوم يحكى انه 8 اذار او الطائفه الشيعيه بتعمل فراغ بالسلطه برئاسه الجمهوريه، ونحن كخطوه ايجابيه انه عطلوا موضوع انه بعدوا علقوا موضوع الحكومه، مش عطلوا الحركه، علقوا موضوع الحكومه تنوصل لاستحقاق رئاسي، لانه الحكومه ممكن تؤدي لتفجير الوضع بالصيغه اللي كان عم ينحكى فيها قبل، حكومه انه حياديه انه بتؤدي لخلاف، هذا بتنعكس على الاستحقاق الرئاسي. امبارح رددها الاربعه، قال انه الحكومه الحياديه ستؤثر على كل الاستحقاقات. يعني طرح هذه الفكره، البطرك استوهى من هالفكره، قال انه ممكن يطير استحقاق رئاسي نتيجه هذا الخلاف، حكومه الرئيس مئاتي الى سنه انه 9 اشهر عفوا فيها تكمل يعني بعد سنه واربعة اشهر. هذا الموضوع يعني شو 9 اشهر مستقيله؟ 6 اشهر مستقيله طبعا انه فيها تستمر وبلا ما فيها تكمل بعد هالكم شهر يعني فيها تكمل ما لنا مشكله. هيدا الموضوع يعني صار في كمان نقاش حوله وفريق المستقبل و14 اذار صاروا انه كذلك الامر انه هذا الموضوع انه مثل شيك بلا رصيد، انه اليوم انت رئيس بري معروف عنه انه لاعب سياسي وحتى بيلعب احيانا بقوه 14 اذار يعني بياخذهم وبيجيبهم. بالنتيجه انه ممكن بكره ما يصير في انتخابات رئاسيه، بتكون كمان عطلنا الحكومه وتركنا الحكومه الحاليه اللي هي فقده للثقه، وعطلنا رئيس الجمهوريه ورئيس الجمهوريه بتتعطل. ليش؟ لانه في قناعه عند فريق 14 اذار وهي عم تنحكى دائما انه التحالف يعني الثنائي الشيعي او الثنائي الشيعي بده يعيد النظر بهذا النظام، يريد نسف هذا النظام، إعادة نظر بصلاحيات رئيس الحكومة والحجم اللي عندها يبقى وينعمل لها ضوابط. من هون في نظرة نحو المتالتة، والمتالتة يعني أنه قلقين من السنة والمسيحيين أو فريق من المسيحيين، يعني فريق الآخر بعد مش مبين أنه أظهر ردة فعل عليها أو حذر منها. فريق العماد عون عم قول 8 أدار، بينما فريق 14 أدار عم بيطرح تحت شعار الطائفة المناصفة. هذا الموضوع ممكن ينطرح يعني تحت شعار الفراغ انه العوده الى طاوله اعاده نظر بالدوله بالنظام بالطائف يدفع نحو المتالته، والمتالته هي بالنتيجه يعني تهجير المسيحيين. اليوم المسيحي اذا قاعد بالبلد وشاعر بعدم ارتياح نتيجه الطغيان الكبير للحاله السنيه والحاله الشيعيه والدور عنده ين مثلا نائب جنبلاط بالجبل، يعني ما فيها الاطمئنان، ما فيها الضمانه للقوى السياسيه اللي عنده بتضمنه، يعني بتطمنه القوى السياسيه ب 14 ب 8 ما بتطمن المسيحيين، ما انهم مطمنين، لا المسيحيين اخذين خيارات سياسيه بالبيئه المسيحيه. انه اليوم اذا بكره صار في متالته المسيحي اول واحد بده يهاجم ما راح يشعر باطمئنان، ما راح يشعر بارتياح، هيدي كمان فيها مخاطر. من هون بكركي يعني اعتبرت انه الحفاظ على رئاسه الجمهوريه هو الافضل على قاعده انه ممكن انه ينعمل حكومه بعدين نرجع نحكي مع البطرك انه لا في كمان هيدا تسيء الى كمان الطائفه السنيه اللي هي من حق يكون عندها رئيس حكومه موجود بالسلطه. بس كمان هون يعني بمساله بكركي ودور بكركي يعني كمان وقت التقى الرئيس فؤاد السنيوره مع وفد من تيار المستقبل مع البطريرك الراعي، بهذا اللقاء تم الاتفاق مثلا على صياغة رسالة توجه إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني و
يعني كلف وقتها الرئيس السنيورة أنه يختار الشخصية، ويوم اختار الشهيد محمد شطح لحتى يكتب هذه الرسالة للرئيس روحاني. طيب هذا خيار اتخذ في بكركي، وخيار أو كلام عن الحكومة في بكركي، وكلام عن رئيس الجمهورية في بكركي، ولكن يعني هل عم بيكون فعلا هذا الموقف الذي يصدر عن الصرح هو يعني على 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 مستوى ما يجري فعلا على الساحة المسيحية وما يجري فعلا على الساحة اللبنانية؟ لكن ببكركي أنا عم شوف ما في، يعني في دور بس ما في موقف. في دور البطرك متحرك عم بيتعاطى بعدة ملفات، عم بتابع ملفات، عمل حركة يعني استقطاب، بس بعد ما في موقف اللي هو الموقف اللي يعني بخلي بكركي يكون عنده الموقف اللي يترك أثر على الحياة السياسية. يعني هيدي النقطة عم تنعكس على عم تأثر شوي، عم تأثر يعني بمعنى يعني بيوقع على القوى السياسية، انه المطالب اللي بيطلعوا بيحكوا مواقف اليوم مطولة، بيصير في استفادة بالمواقف، موقف بيكون مناقض للآخر، مطران عنده موقف سياسي يعني مخالف لنهج الكنيسة ككل او البطرك الراعي. يعني في شوية امور ببكركي البطرك الراعي عم بيعالجها وعم تاخد وقت، بس انما يعني الموقف اللي كان يترك واقع بعد ما انوجد ببكركي. يعني في دور البطرك الراعي عم بيكون دور متحرك، بتحرك باتجاه جمع القوى المسيحية، تحرك باتجاه الطوائف الأخرى، يعني باتجاه السنة، باتجاه الشيعة، أنه البلد للجميع وفي شراكة. يعني وقت انفجار طرابلس راح طرابلس بعدين عزة، يعني عمل بالضاحية، عمل كتير تحركات، بس الموقف اللي لازم يكون على حجم التحديات بعد ما ظهر من بكركي. يعني هذا المطلوب. الفرقاء المسيحيين بيقولوا أنه بكركي لا تستطيع أن تفرض، بكركي فقط تتمنى. انا ما الفت، عم بقول موقف، يعني الموقف اللي بس عم بقول انه هني بيقولوا هيك، يعني هني يعني ان كان التيار الوطني الحر، ولا ان كان القوات اللبنانيه، ولا ان كان حزب الكتائب، كله بيقولوا انه بكركي لا تستطيع ان تفرض، بكركي تتمنى. بالاستحاء الرئاسي ما فيها تفرض بكركي، ولا بالمساله الحكوميه أكيد ما فيها تفرض بكركي. ما لازم تفرض، يعني ما لازم البطرك يكون عنده اسم يقول انا هذا اللي بدي اياه. يعني انا مثلا بقدر اتخيل انا انه هيك برؤيه انه مزاجيه، هذا عفوا مجازيه، انه بقدر اتوقع انه بيقعد العماد عون والدكتور جعجع يقولوا نحن اثنيناتنا يمكن ما نوصل، اذا الدكتور جعجع رشحت قوه 14 اذار والعماد عون هو كمرشح فريق الاخر، طب هيك نتفق على رئيس يكون من رحم البيئة المسيحية. يعني هون مثلا انه هذا انا بتوقعه، بس ما بتوقع انه يعني البطرك يكون هو عنده شخص يقول هذا اللي بدي اياه. يعني هيدا غلطة بالاساس، لانه اولا فيها خطورة. من زمان قال البطرك انا بدي الوزير زياد بارود يبقى بالداخلية، ما بقي، وكانت هيدا فول سجل عليه ببداية انطلاقة يعني ولايته. طب اليوم البطرك صفير، عطى عدة اسماء، عطى اسماء، يعني اليوم ما لازم البطرك الراعي يفوت بهالمعادلة. يعني مشان هيك عم اقول انه بهذا الوضع الموجود في بكركي لازم تكون دوره الدفع نحو اجراء الاستحقاق، وهذا اللي صار بين بطرك الراعي وبين القوى السياسيه كلها سوا، انه الاندفاع نحو اجراء الانتخابات الرئاسيه. وهذا الدور عم اقول لك اياه على بكركي، انه في مسؤوليه على النواب، بس مش من موقع مذهبي، انه من موقع انه على المسيحيين او على المون، انه من موقع انه مسؤوليه وطنيه على الجميع يشاركوا بانتخاب الرئيس، مش بس المسيحيين. يعني في نقطة اليوم ما لازم بقى يكون فيها تلاعب بالدور المسيحي بلبنان أو موقع المسيحي. مثلا الرئيس بيري قال أنه دعا لانتخابات رئاسية مبكرة، طيب بعز 14 أدار وخلافه معه ما قاله مثلا بدنا انتخابات برئيس مجلس النواب. يعني لازم يكون في احترام لهذا المقام المسيحي اللي هو رأس السلطة بلبنان، لأنه يطمئن المسيحيين، وكمان قادر يعمل فك اشتباك بلحظة الخلاف السياسي بين الطوائف الأخرى. الانتخابات الرئاسية مبكرة ما بتصير بعد تعديل الدستور، عم نحكي يعني بالمبدأ التلاعب. يعني دائما فيها يعني بصير في فراغ رئاسي ب 88، بصير في فراغ بال 2007، أنه يعني التعاطي بخفة مع المواقع المسيحية، جزء منها يعني هي من مسؤول عنها فريق آخر مش بس المسيحيين. إيه بس كمان يعني اليوم مثلا في تخوف من حصول فراغ بموقع الرئاسة الأولى، هذا التخوف موجود. طب هون شو دور المسيحيين وبالتحديد الموارنين يعني بهذه العملية حتى يتجنبوا هذا الفراغ؟ يعني كمان لهم دور، بحكينا كمان انه دائما بده يكبوا المسؤولية على الفريق الآخر. ما قلت كبوا، انا ما عم اقول كبوا، عم اقول انه ما لازم تكون انه اليوم انه البطرك الراعي عم بيحكي، طالما عم نحكي بكركي، انه انتم الطوائف الاخرى نحن انه شركاء، انه اليوم انه مثل ما في شراكة، مثل ما انه بيدفع البطرك الراعي مثلا نحو تشكيل حكومة، يعني بما يؤدي الى اعطاء الطائف السنية دورة انه بتولي السلطة، مثل ما انه مثلا ما انحكى بموضوع رئيس مجلس النواب
يعني عم بحكي انا بمبدا انه يجب انه ادخال الاخرين كمان بهذا الموضوع، مش بس المسيحيين. بس انا عم اقول اذا المسيحيين يعني البعض بعد بيعتبر انه ممكن يوصل حدا من المحاور، انا كمراقب بستبعدها. حقه يعني 14 أدار يكون عنده مرشح من صفوفه، وحق 8 أدار وحق كل واحد، يعني هذا نقطة طبيعية. بس النقطة عم قولها أنا أنه إذا هني كمان ما عرفوا أدار اللعبة يعني في مشكلة. يعني اليوم بدهم يعرفوا أنه أنا يعني أنا إذا بتقلي أي أفضل خيار بقولك أنه يتفقوا على مرشح، على عم بعطي رأيي، بس لأنه ما رح يقدر يوصل حدا منهم. بيوصل بكرة شخص نتيجة تسوية بين القوى السياسية الثانية، بكرة إذا بقيت الأمور مثل ما بين بالانتخابات النيابية أنه التفاهم صار بين تيار المستقبل وبين الثنائي الشيعي، وكانوا مسيحيين خارجوا، طب بكرة ما أنهم مضطرين يكونوا خارجوا إذا بعد بالمنطقة بعد الصراع قائم ما صار في تسوية. ما بيمنع اليوم إذا نوجدوا يعني القوى السياسية المسيحية وقالت بدنا هذا الشخص حتى يعني تمديد او يعني تمديد الوضع، ما بدنا نقول تمديد الازمه لانه في ازمه طويله بالمنطقه، انه من نقي حدا. انا هيك عم شوف، انا كمراقب هيك عم شوفه، ما فيني اشوف انه اليوم انا ما عم بقدر اشوف انه فريق 14 عنده مرشح بالقصر او فريق 8. يمكن بقدر اعطي فريق 8 اكثر انطباع يعني انه يكون موجود. يعني اذا بقول انا مثل ما ماشي النائب جملات هيك، اذا متاثر وملتزم مع حزب الله هو بده يكون معه بالانتخابات الرئاسيه، ممكن ينتخب رئيس لصالحهم. يعني امكانيه وصول رئيس 14 دار بتعرق الانتخابات، ساعتها قوى 14 دار بتعرق الانتخابات، اذا انتخابات اذا راحوا على الجلسه. من هيك انا عم اقول انه التوافق هو الافضل. هذا التوافق الافضل لانه محطه رئاسه الجمهوريه بتحافظ على المناصفه وبتحافظ على الطائف وتحمي المسيحيين. طيب بس انت بتقول انه في حال لن تشكل حكومة لن يحصل استحقاق الرئاسي، اذا ما تشكلت حكومة لا انا بشوفها مختلفة الامور. مختلفة الامور ليه؟ لانه يعني عم شوف وعم بقرأ يعني بعدة مؤسسات خارجية الضغط الخارجي لانتخاب رئيس ممكن يلعب دور. اليوم في ضغطوا وقت تم التمديد للرئيس إيميل لحود، وكان في قرار مجلس الامن 1559 بس كانت سوريا موجودة هون، كانوا يعني كان التصرف الامني قائم، كانوا معتبرين انه سوريا فتت على لبنان ومع الوقت يعني رح يدوب لبنان. اليوم لا، سوريا اليوم بحاله ازمه عسكريه كبيره وصراعات، بلبنان ممكن يكون في ضغوطات لاجراء انتخابات. اليوم في مراجع دوليه عم تتواصل مع بعضها، يعني اليوم التواصل هيك الخفيف بين المجتمع الدولي وبين ايران يعني ممكن يؤدي الى مثلا دفع ايران نحو التجاوب بانتخابات رئيس. السعوديين ممكن يتجاوبوا، يعني هترجع لاولا مسؤوليه الداخليه والضغط الخارجي، لانه في رغبه خارجيه بالحفاظ على مقام رئيس الجمهوريه، عدا عن انه الاولويه بالرغبه الخارجيه هي التمديد لرئيس نمان، انما لانه في رغبه خارجيه بالتمديد، في رغبه بالتمديد لرئيس نمان، بيعتبروا انه رئيس قدر يعطي دور لرئيس الجمهوريه حتى البلد على خط التواصل الخارجي، اعطى صوره مختلفة عن ممارسات الانفيه رئيس لحود وما حملت من مخالفات وتجاوزات ويعني محطات امنيه واجراميه، انه بيعتبروا انه لا انه رئيس سنامين انه صوره مشرفه في عندهم رغبه فيها. وهذا كل يعني اللي بيعتبر انه يعني في كلام انه مثل ما تمدد حزب الله كان عنده رغبه بالتمديد لمجلس النواب، انه شو المانع يكون في تمديد لرئيس الجمهوريه؟ طب انه اليوم اذا كانت رغبات ومتجاوزين 1559 والنصوص، انه كله اليوم بصير وارد. اللعبه الدوليه بلبنان بتحكم بالدستور بالنص، يعني الرئيس بيري بس قطع رئيس نمان بال 2007 2008، قطع عن موضوع الماده عبرها انه لانه قطعنا المهله صار في اقتطاع مهل. يعني اليوم ومشوا فيها كلهم سوا، يعني هاي عملية بترجع للمناخ الخارجي منا مرتبطة بالداخل. بس أنا بشوف في ضغط بانتخاب رئيس إجراء انتخابات، بس طبعا بس أكيد ما رح يوصل من المحاور من القوى السياسية. كيف يعني ما رح إنه الرئيس رح يكون توافق لأنه الأجواء ما بتسمح يمكن إنه يكون في من هذا الفريق أو من ذاك الفريق، ما بتسمح لأبدا ولا ممكن تسمح يعني بهيك ظرف، لأنه المناخ الإقليمي ما انحسم يعني اتحاد يرجح الكفة وهي كمان ما رح ترجح الكفة إذا انحسمت عسكريا بالمنطقة، يعني سياسيا إذا انحسمت وبكير بعد الصراع الإيراني السعودي، ما بعتقد أنا بالضبط بهالكم شهر بدك هلأ يعني الوضع يبقى هادي بالأمن بالسياسة، يعني إذا تشكلت حكومة حتى الانتخابات الرئاسية. بس انتخاب رئيس الجمهورية يعني في حال كان هذا الضغط الدولي موجود لانتخاب رئيس الجمهورية، يعني
هذا الضغط غير متوافر لتشكيل حكومة حاليا؟ لكن الحكومة عم بتبين انه حركة داخلية، يعني اليوم مش ما يعني ما بين انه في حدا خارج عم يتعاطى. عادة انه كانوا مثلا بالسابق صارت 7 ايام انه بينت قطر هي اخذت يعني المبادرة، بعدين اجتمعوا كل القوى السياسية والدولية بالخارج. اليوم متروكة القوى المحلية، يعني اعلان بعبدا بينعمل بالتوافق بين القوى السياسية، يعني في امور بتصير بين القوى السياسيه لانه بيعتبروها انه ما إلا تداعياتها، ومعتبرين انه وقتها انه ممكن هذا الموضوع يتعالج بالداخل. بس الحكومه ما دخلوا عليها، يعني قوى الخارجيه انتركت على الواقع المحلي، لانه ما في رغبه. انا عم برجع يعني اقول انه ما في رغبه انه يكون حزب الله بالحكومه، جزء منها هذا المتروك. يعني اليوم بالخارج بدك يصير في كلام سعودي ايراني مش متوفر اليوم، الفرنسي اللي هو مثلا معروف بيحكي مع 2، قطر اللي على علاقة يمكن مع السعوديين في أمور مش كتير ناضجة بالعلاقة، بس إنه في تواصل. يعني ما في حدا اليوم قادر يشكل مرجع يأمن حكومة، ومش شايفين أولوية. يعني بلبنان اليوم بالخارج عم يتطلعوا على المحكمة، عم يتطلعوا على جنيف 2، بيعتبروا أن تداعيات جنيف 2 بتأثر على الواقع اللبناني، على الاستحقاق الرئاسي، على الحكومة منا سريعة. عارف إذا ناطرين تطورات إقليمية إلى علاقة بالحكومة وإلى علاقة بالاستحقاق الرئاسي، القوة الداخلية ناطرتها كمان. يعني القوة الداخلية ناطرتها وكمان بانتظار النتائج اللي عم بيصير برا، يمكن بانتظار نتائج المفاوضات الإيرانية مع الغرب ومع الولايات المتحدة، وبانتظار كمان ما سيسفر عنه جنيف 2. ما هو هذا ناطر إنه جنيف 2 اليوم إذا بتلاحظ في حركة سابقة لإله بالمعارك عم بتصير بسوريا، يعني في دينامية، في تركيز، يعني الدخول بقوة على ضرب المنظمات الإسلامية داعش. يعني الدور السعودي وفي بعض الأمكنة دور السعودي قطري لقطع، يعني لقطع الطريق على كلام بجنيف 2 إنه رئيس الأسد عم بيقتل الإرهابيين، من باب دخول السعودية على هي إلغائهم، يعني من دعم قوى المعارضة. يعني إنه هون التركيز كله سوا على الخارج، بين موضوع الحكومة وبين جنيف 2 في جمعتين عم بيكون التركيز على الخارج، انه موضوع الحكومة موضوع لاحق. يعني بيعتبروا انه انا انه بلبنان في محطة تانية هي رئيس الجمهورية، هي بترجع بتستنهض الوضع. اذا يعني رئيس الجمهورية في حال اجى رئيس جمهورية جديد ساعتها بامكانه انه يشكل حكومة، ايه انه بيستنهض الوضع، بيرجع بتنطلق من هونيك. طالما مجلس النواب قائم ما في استحقاقات، يعني بهذا الوضع البلد بحالة جمود وعم يعني عم بعين على رواق انه بيحمل الوضع بعد. طيب بتوقف تاني مره مع الاعلان ومتابع نهاركم سعيد. ونتابع الجزء الاخير من نهاركم سعيد من ال بي سي اي مع رئيس تحرير موقع الكلمه اونلاين الاستاذ سيمو ابو فاضل. طيب يعني جهدته بذل لتشكيل حكومه، كلام عن انتخابات رئاسه الجمهوريه او فراغ برئاسه الجمهوريه، ولكن بنفس الوقت الوضع الامني يعني يستمر وضع غير مستقر، دائما خوف من تفجيرات وخوف من اغتيالات، خصوصا بعد عمليه الاغتيال الاخيره يلي طالت يعني الوزير السابق محمد شطح مستشار الرئيس الحريري، إضافة إلى أنه في مجموعات إرهابية يبدو تتواجد في لبنان وتتصرف أيضا على الأرض. يعني الوضع الأمني سيد بسام أنه كان واضح أنه اللي صار من جمعتين من عمليات اغتيال وعمليات إرهابية ما بيعطي إشارة أنه ممكن توقف الأمور هون، أنه كل هذه عملية بدأت تستمر أمين وأمتين وكيف بتصير بأي لحظة، أنه نحن عم نحكي للأسف انه بدها تصير، وخاصة انه كان في كلام واضح. يعني اليوم وزير الداخلية قال بوضوح انه الامور بدها تصير، جزء من الكلام الناس انه ما تقبلوه، بس الواقعية بتقول انه كوزير الداخلية عنده المعلومات عم بقول انه طالما المعركة، وقال من وقت ما بدأت بطرابلس انه المعركة ناتجة عن الصراع القائم بالمنطقة وبدنا نتوقع اكثر من هيك. ان هذا الموضوع مطلوب، يعني في له خطوات جزء منها لكن عم نحكي له علاقة بموضوع الحكومة. هل انه انه ممكن يتعالج اذا صار في انسحاب حزب الله من سوريا؟ انه جزء منا بده ياخذ هذا الخطوة الحزب، لانه في ردة فعل. يعني اللي عمله الحزب انه رايع على سوريا تيقتل التكفيريين. طيب النظام اليوم ممكن ما يستمر، التكفيريين صاروا عم بفجروا بقلب الضاحية وعم يعني وممكن يصيبوا كل المناطق. هودي جماعة مجرمين ما عندهم هدف مستثنى. طيب الحزب اليوم بيقف إلى حد إلى جنب نظام
ممكن بكره كثير في كلام انه رئيس الاسد ما يبقى، طب الحزب باي وضع بيكون؟ يعني في مطلوب هون خطوه من الحزب اول شيء تتسكر هداك الباب اللي له علاقه بالتكفيرين واللي هو صعب كثير. بس انما يعني سياسه الحزب قصدك في سوريا هي التي استجلبت بالتكفيريين الى لبنان، اكيد استجلبت لانه بالاعمال الارهابيه، لانه ما كانوا قبل لكن ما كانوا قبل موجودين يعني على الساحه. بمعنى انه هي استنفرتهم، انه اليوم صار في حركه كبيره على الساحه اللبنانيه من هذا من هالمجموعات نتجت عن ردة فعل. يعني كان ممكن لحديد وقت معين ما يكونوا، يعني طالما الحرب كانت برات يعني حزب الله ما انه فايد بهذا الصراع. انا عم بقول كرأيي الشخصي انه ما كان ممكن يصير فيه تدخل من قبل يعني هالمجموعات التكفيرية والإجرامية والإرهابية تعمل هالنوع من العمليات. يعني هاي إذا نتج عن ردة فعل مش مبررة. من هون انه اذا بيصير في طبعا هذا موضوع اقليمي، انه اذا بيصير في اعاده نظر بموضوع الحزب هذا بيؤدي الى ضبطه الوضع الى حد ما من رده الفعل. بس هو وين مسؤوليه الدوله يعني انه بملاحقه هذه المجموعات الارهابيه؟ يعني مثلا السياره يلي انفجرت باخر انفجار بالضاحيه الجنوبيه، طيب بيقولوا انه كان الجيش معمم مواصفاتها تقريبا من 10 ايام قبل ما تنفجر. ما هو حتى الشخص اللي كان بقلب السيارة قطيب الصاطم يعني كان مبلغ عنه بوادي خالد انه هو مختفي كمان من 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 من, من عدة ايام، من اسبوع او اكثر من اسبوع. الاختفاء له علاقة انه ما فيك تعرف اذا هو يعني انه لانه ممكن يكون اختفى، ممكن يكون يعني هي بتبين بتاخذ غير بعد امني، مش دائما بتاخذ بعد امني. السيارة انه البلد ما فيك تضبط فيه حركة السيارات يعني بهالكمية والسيارة سيارات متشابهة. وهلا هي انه بينت انه هذا الموضوع انه حزب الله عمل الامن الذاتي، من ثم صار في انه شكوى من هالامن الذاتي راح الى انه اشراك الدوله بهذا الامن، تبين انه ما فيك تضبط هذا الوضع. هذا الوضع يعني بده يحول المناطق الشيعيه الى يعني وغير بكره مناطق الى مناطق تماس، يعني بدها تصير على غرار ممكن مداخل ضفه وغزه، يعني اجراءات امنيه مكثفه. لهودي مجموعه بالنسبة لهم شو ما عملوا عمليات إرهابية وإجرامية وانتحارية إنه عم بحققوا هدفهم، يعني هذا واضحة بعقيدتهم. مشان هيك إنه ممكن استدراك الوضع بهالخطوة للحزب إنه رافضها لحد هلأني، والفريق الآخر عم بحاول يعمل له غطاء إنه بخروجك ممكن نفتح صفحة جديدة بلبنان. الحزب رافض لأنه هي بتعطي ورقة لإيران بعد خسارتها الملف النووي. اليوم ملف النووي كان يعمل ورقة استجناب باتجاه إيران للتفاوض معه، اليوم إنه عندها 6 أشهر إذا برمجت حركتها على التزام باتفاق نووي إنه بضم في ورقة بإيدها هي حزب الله ورقة حزب الله طبعا. مشان هيك إنه حزب الله يبقى بسوريا رح يكون بلد معارض. طيب بس كمان يعني اليوم هذه المجموعات اللي بتسميها إرهابية تكفيرية بدك إياها تهاجم حزب الله وكمان تهاجم يعني الجيش اللبناني وتهاجم بعض المواقع في السلطة اللبنانية، وهناك تخوف حاليا من أنه بعد قصة ماجد الماجد كمان أنه هذه المجموعات تزيد من أعمال الإرهابية تجاه يعني تجاه مؤسسات أو تجاه أفراد إلهم علاقة بالسلطة اللبنانية، مش بس فقط تستهدف حزب الله. هو هودي بمفهومهم أنه جميع أعدائهم يعني المسيحي السن المعتدل الشيعة بالعقيدة قبل ما بلش بالعمل الجهادي عندهم. بس المسألة مش يعني مش بس مسألة أنه لأنه حزب الله يقاتل في سوريا. لا أنا بعتقد أنه بدأت عمليتهم هي يعني بدأت تنمى الفكرة بلبنان. هلا أنا فيني أروح معك أكثر. أقول لك أيام الضنية. بلشوا بلبنان قبل. كانوا يتبنوا إطلاق الصواريخ على إسرائيل. شو اسمه كتائب عبد الله عزام سرايا زياد جرة. أنا بدي أروح معك أقول لك إنه حتى بنذكر أيام الضنية. الضنية بال2000. بس أنا عم أقول إنه وقت يعني كان في إمكانية بتفاهم سني شيعي. أنا بدي يعني أتذكر عشية 7 أيار بعتقد كنت عندكم هون وقت بيطلع رئيس سعد الحريري بخاطب السيد حسن نصر الله بيقول له إنه بعد فيها نستدرك الفتنة. انه اليوم كانوا هالجماعه يعتبروا انه حزب الله هو حركه مقاومه عم بقتل اسرائيل والحاله السنيه بلبنان تؤمن له الغطاء، يعني في تكامل. اليوم وقت اللي انضرب سعد الحريري هيك بالواقع وصار في عده مشاعر انه متأججة عند السنه وبين انه في صراع شيعي سني بلبنان ومن ثم الصراع الشيعي صار كمان انتقل باتجاه انه الثورة السورية اجوا على الساحة اللبنانية. بس قبل كانوا يعتبروا انه هذا الفريق الشيعي هو يقاتل اسرائيل ويحظى بدعم الفريق السني، انه نحن محايدين انه ما اعتدى على يعني على ابناء طائفتنا بالمفهوم المناصرة عندهم. يعني هيدي النقطة انه كان ممكن تستدرك لو ما صار في اخطاء من حزب الله. اليوم انا عم اقول انه في حزب الله بعد يرجع يستدرك الوضع. هلا بالموضوع الامني
كله مهدد، يعني هودي ما عندهم حدا ممكن يستثنوه. يعني اذا اليوم شافوا الهدف يمكن اسهل يوصلوا عليه بحققوه قبل غيره. شوف نتذكر بالسعوديين في واحد يمكن فات على ابن وزير الداخليه وقتها مفخخ جسمه، يعني يعني بمعنى انه هودي مجموعات ما لهم ضوابط وما لهم ما لهم كيفيه موجهه علميه كيف بدك توجههم. مش انه واحد عم بيدخن مخدرات بتعالجه نفسيا واحد مش هذا الموضوع. هو موضوع انه جماعه فلتوا هلقني من هون، انه لازم يكون في عمل موحد بين الاجهزه الامنيه لمواجهتهم، وعم بيحققوا النتيجه. الاجهزه الامنيه عم بتحقق يعني يعني في تنسيق بيناتهم بهالموضوع؟ في تنسيق، في بعض التفاصيل الخلافيه بس لا في تنسيق، والتنسيق عم بيؤدي الى يعني منع كثير احداث ممكن تصير. يعني بعده محطات عم بتبين. طب لاحظنا مثلا بقصة ماجد الماجد، انه ماجد الماجد ألقي القبض عليه، تم التكتم على إلقاء القبض عليه وكان بوضع صحي سيء، ثم أعلن انه يعني هو موجود بالمستشفى العسكري وبعدين توفي، وكانت طلعت أصوات قبل تحذر من انه سموه قتل ماجد الماجد. انا حسب معلوماتي بقوله مش انه ماجد ماجد انه مخابرات امريكيه عنه، مخابرات امريكيه ابلغت الجيش اللبناني، لا المخابرات الامريكيه اللي هي ابلغت الجيش اللبناني اللي اعتبرت انه جهاز موثوق يعني من قبلها او احد اجهزه بطمن يمكن فريق سياسي معين دلته على ماجد الماجد. ماجد ماجد لا كان مريض بالاساس، يعني كان عنده كل هالوضع، كان عم بيتابع وضع صحي كان سيء. كان مويت يعني ما في مسؤوليه ابدا على الجيش اللبناني بهالموضوع، يعني ما في صفقه، انا يعني اكيد ما في اي تسويه صارت بهذا الموضوع. الزلمه كان كتير مريض وتعبان، ويمكن لو صارت مع لو كانت مع شعبة معلومات كانوا عملوها غير هيك، كانوا عملوه انه بكل وعيه وقتلوه نتيجة تسويات يعني معينة. زبطت شعبة المعلومات هالمرة، زبطت. هذا هون الكلام استاذ بسام بموضوع الحكومة الجديدة، اذا في حكومة جديدة انه ما ينلعب بالاجهزة الامنية، يعني ما يكون في غلط. اليوم مثلا عم نحكي عن جهاز المعلومات او عم نحكي عن شعبة معلومات او عم نحكي عن الاجهزة عن جهاز عن الجيش، انه ما لازم بكره مثل ما عم نحكى عم نحكي انه اليوم في مثلث بمديريه قوى الامن الداخلي، المدير العام، في قائد الدرك، وفي رئيس شعبه معلومات، انه كل واحد عم يعمل شغله حد اليوم بين في نجاح، وفي وزير محترف وموثوق وخبير. يعني مثلا ما لازم هلا اذا في حكومه، انا ما عم شكل حكومه، ما لازم بكره تحت شعار حسابات رئاسيه او حسابات انه سياسيه نلعب بالوضع الامني. يعني لازم بعد مثل ما انه رياض سلام محافظ الالقاب يمثل يمكن اطمئنان بالموضوع النقدي، يعني يجب اليوم عدم المس بالموضوع الامني. يعني اذا في حكومه مثل ما عم نحكى، اذا عم نحكى انه وزير الداخليه بيكون عم يعمل خطوه كتير جيده، لانه هلا يجي وزير داخليه جديد بفراغات بتجاوب بعدة مشاكل، بيكون في الامن مكشوف الى حد ما، لانه قادر يشكل هو حركه التواصل مع الاجهزه الثانيه وبقى جهازه. وكذلك يعني هلا بالجيش ما في اي تغيير، لازم يتركوا الاجهزه الامنيه اليوم تاخذ مداها تتكون اديره. اليوم عماد عثمان ضابط نجح، مدير امن عام ضابط ناجح، يعني مديريه المخابرات ككل فيها ثغرات كتير، بس انه عم تشتغل لانه حركتها واسعه. لازم يكون في تركيز على دور الاجهزه الامنيه، هيدا بعيدا عن دخوله على حياة الناس، لأنه عم تبين حسب معلومات موثوقة أنه عم تقدر بعض المحلات يشعروا بعض المجرمين يعني بالموضوع الإرهابي أنه في موانع وفي روادع. طيب يعني نحن هون كنا عم نحكي عن هذه الجماعات اللي بنسميها إرهابية أو جماعات التكفيرية أو المتطرفة، ولكن يعني كمان في 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 أعمال إرهابية من نوع آخر، يعني عملية اغتيال الوزير محمد شطح، يعني هيدي عملية إرهابية كمان، عملية إرهابية موصوفة. يمكن في كلام إنه فارس عاد بالليستة كمان وأخذ قرار هذا المشروع، أخذوا قرار بأمانة 14 إنه ما بقى يجتمعوا بطريقة علنية، بس إنه في تهديدات عم يتلقاها عدد من 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 النواب، عدد من الشخصيات السياسية. يعني هون كمان الهاجس الأمني كبير جدا هون وخطر جدا. بس عملية تفجير يعني هونيك عم تعرف مين هاي المجموعة، عم تعرف مين عم يطلع يعلنوا عن حالهم أوقات. يعني داعش طلعت أعلنت آخر مرة أنه نحن خيمة بنين انفجار الضاحية الجنوبية، بس ولكن عملية الاغتيال اللي صارت ضد المستشار رئيس الحريري محمد شطح، ما حدا تبناها ومنفذة بدقة واحتراف كبيرين، لأنه انتحاري ولأنه ما هاي المخاطر، أنه المكان اللي هو مفترض يكون أنه مش مغلق، يعني
موضوع تحت المتابعة الأمنية، يعني هيدا الفن عم بخلي فريق 14 انه يضرب فيهم تشكيل الحكومة، انه نحن عايا اسبانو على الحكومة، عم نحكي نحن بكلامهم هن، يعني هن عم بيقولوا عم يعتبروا انه في مسؤولية على الفريق الآخر، عم بيقولوا الفريق الآخر انه هو مسؤول، ما بدنا نشارك معه، يعني هلا ومسؤول شو على الاغتيال؟ هن عم ينحكى اليوم كلام انه إذا بتتذكر وقت الدوحة صار في اتفاق انه بين الرئيس الفرنسي وبين رئيس ساركوزي ورئيس الاسد انه توقف الاغتيالات، انه الدوحه وقفت الاغتيالات. اليوم في كلام بالمخفي وبدون يعني هلا حزب الله بده يعتبر انه في حمله عليه، انه عم ينحكى بين فريق 14 اذر انه يا اخي اليوم اذا نحن عملنا اتفاق بالحكومه اذا حزب الله هو المسؤول، هن بمفهومهم قالوها، يعني رئيس سعد الحريري قال القاتل بذاته ورئيس السنيوره والدكتور جورج عفير سعد باول يوم انحكى كلام كثير عالي السقف وحددوا مين، انا عم باخذ كلامهم وعم بقول شو في بالواقع، عم بقولوا هن انه اذا نحن بدنا نعمل حكومه طب هل يستمر القتل؟ يعني اليوم انه هذا المشنوق عم بخبر، بس انا بعرف انه بالتفاصيل الثانيه في كلام بهالمنحة انه نحن عدنا وياكم على طاوله وحده، طب نحن بنضمن حالنا، خلينا نقول الواقع للشعب شو عم ينحكى بالكواليس، عم ينحكى كلام من هذا النوع انه نحن يا اخي نحن تهمينكم انه نحن كنا متهمين، وهذا كلام كان ينحكى بيعرفوا حزب الله بس كان يقعد ويسام الحسن مع الحاج وفيق صفا ومع غيره كانوا يقولوا يحكوا بموضوع التفاصيل انه انتم في هالوقائع بتقول هيك ونحن عندنا هالوقائع بتقول هيك، بس في المحكمه بدها تقرر، عم يحكوا بين بعضهم، ليش بدنا اذا حكينا الكلام يقولوا سمو ابو فاضل عم بيقول هيك وهيدي ضد الحزب او هيدي لصالح فريق، عم ينحكى لازم المواطن يعرف انه عم يتفاوضوا انه كيف بده يكفوا مرحله، طيب استاذ وئام وهاب وغيره كم مره قال يا اخي سبع اتفاق الدوحه وقف القتل بتذكره؟ في كلام واضح، ليش الامور تنعرف بعد طب هلا عم يطلع كلام كمان ليش تنقل بعد انه 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 عم تنحكى هيك هلا انه القتل لا يتوقف الا بالحوار بين جميع الافرقاء مزبوط عم يطلع هذا الكلام إيه بس حتى هو وزير الداخليه قاله إيه ما هو مزبوط يعني عم بيحكي وزير الداخليه مزبوط لانه تقال لك شو الله يرحمه رفيق الحريري وسائل الشهداء اللي ماتوا من كل الفئات يعني وبيناتهم بعد في ناس بعضها طيبه عم بتعاني ضحايا وسياسيين بعد 2005 قعدوا بحكومه وحده الشباب كلهم سوا اثنيناتهم قعدوا لحديد ما اجى كلام عن السنسين انه في مصالحه وفي مصالحه بدنا نصالح نحن مع بعضنا وبدنا نبني بلد جديد على اساس انه دم الشهداء بيكون بدايه مرحله جديده على انه حزب الله يكون بعقل جديد واجى الملك السعودي بما يمثل من حاله دينيه ورمزيه عند المسلمين عند الرئيس الاسد ومن ثم اجى على بيت الوسط عند الرئيس سعد الحريري على قاعده ما يمثل سعد الحريري عند المملكه السعوديه وعند حامل خادم الحرمين الشريفين عم نحكي بالمعنى الاسلامي وراح الرئيس الحريري على سوريا ما يمثل انه راحوا على الاخر يعني احيانا بتوصل لمحل بس ما فيك انت يعني تطلع من ناحيه واحده طب هودي راحوا على الاخر بعد شوي شو صار في اسقطوا الحكومه يعني النهج هو على اثنين بده يكون في تعاون نحو الحوار انا بقول انه دائما بيوصلوا للحوار بيموت بالوقت الضايع الله يرحمه بيكون يمكن راح بالوقت الضايع بس انا عم بقول انه دائما بيوصلوا للحوار يخففوا ضحايا بس هذا منه ارشاد هلا دائما عندما يتكرر الخلاف السياسي تعود الاغتيالات مش بالضروره لا بدها تعود في هذا مبين من 2000 من 2000 لانه هذا غلط 2004 خير لانه غلط على اليوم من وقت قصه النائب مروان حمادي لقصه ما هو من ايام حبايقه الوزير حبايقه الوزير الله يرحمه الشهيد حبايقه مش النظام السوري كان هو بلبنان وبيصير السوري ليش ما انعمل تحقيق فيه؟ انه يعني من وقتها من هذه من النظام الامن السابق مسؤول عن هالاجرام اللي صارت بعهده من الي حبايقه وما بعد مش بس فيك تحملوا سبعة اب الفريق السابق وتحملوا وتحملوا نفل ميشيل عون واعتقال سمير جعجع ورئيس الجمهوريه في امور صارت من جهاز الامن السابق اللي بلش بالتسعين مش بلش هو بال98 في مسؤول عن كثير جرائم بس انا عم اقول منا بالضروره عم نحكي شعر منا بالضروره انه اليوم صار في انتخابات نيابيه اسقطوا الحكومه بالحق الدستوري هلا يعني نحن بدنا نسقط حكومه سقطوها اليوم كثير منيحه هذه التهديدات عم بتصير بالواتساب عم يخدها بمسحه انه احسن من انه يهددوا هيك احسن ما يقتلوا يعني يقعد فلان ببيته وفلان ينتبه احسن من القتل بس بالنتيجه هذا القرار مش عنده وعندك
هذا القرار كبير. مشان هيك انا عم اقول انه رح يرجعوا يقعدوا سوا. يعني اليوم السعودية وإيران بده يقعدوا بوقت بعدين بده يقعدوا بوقت بتوازن جديد بتوازن حدا بده يخد على الثاني بده يقعدوا مع بعضه. ما لازم بهالوقت يدفع حدا الثمن. بس من يقتل في لبنان يا استاذ سيمون أو من يغتال في لبنان يعني هو أقوى من هذه الدولة اللبنانية، هو أقوى من هذه الأجهزة الأمنية اللبنانية. يعني ما بننسى نحن اللواء وسام الحسن يلي هو كان على رأس شعبة المعلومات واستطاعوا الوصول إليه وقتله. طيب ما هيدا اللي عم ينحكى، هيدا يا بس اليوم يعني هي المسألة، يعني هي المسألة مش بس مسألة لها علاقة بالخلاف السياسي. يعني يمكن وسام الحسن دفع ثمن خلاف سياسي، دفع ثمن أمني، بس وسام عيد مثلا اغتيال وسام عيد له علاقة بما يجري في المحكمة الدولية حاليا. ما هيدا عم قوله أنا محاولة اغتيال سمير شحادة ما هو كمان إلى علاقة. ما هيدا اللي عم نحكيه واللي عم قلك بده ينفهم انه بذهن حزب الله بده يعتبر جميع عدائيين. يعني انه اذا حكى هيك انه في عدائيه وفي عم بحكي انا وياك ضده، انا عم اقول لك مش 14 اذار مش ضد حدا. لا 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 نحن عم نحكي مش انه اليوم وقف المحكمه على اتهام عناصر من حزب الله وفريق 14 اذار واقفين على اساس انه بحركتهم السياسيه انه حزب الله هو متهم. خي بكره القوات اللبنانيه التنين عم بسمع انا على لبنان الحر انه عاملين احتفال بمعروف صح شيء بالعداله، يعني شيء بالعداله انه مراهنين هن وعم يتهموا حزب الله علنا وبالسين سين. طب ما صار في تفاوض على المحكمه يعني انه اثنيناتهم حكوا فيها حزب الله ما بتعنيه المحكمه اليوم. طب جند هالحركه الاعلاميه وبعد كميه يعني عفوا عدد من الاعلاميين يشاركوا ويغطوا ويعطوا رايهم بالمحكمه ويقروا من من منظارهم. في واقع صاير، انا عم اقول انه بده يجي وقت ينتهي هذا الواقع ما يكون في جرح كبير بس هذا شعر. بس هن جزء من الكلام اللي عم قاله وعم قلك اياها فريق 14 اذار انه اذا عدنا، وهيدا عم بيقولوا القوات وعم بيقولوا الكتائب وعم بيقولوا اخرين، طب اذا عدنا نحن مع حزب الله انه طب شو هدف؟ شو وين بنوصل؟ يعني شو الضمانه انه نحن نيجي نقعد مع حزب الله اليوم نأمن له غطاء على باب المحكمه، نأمن له غطاء بيقتلوا بسوريا؟ هل انه بنحفظ راسنا؟ خلي يعرفوا المواطنين شو عم ينحكى، ليش يعتبروا الناس مختلفين على وزاره اشغال او على وزاره النفط بس؟ لا في مواضيع كبيره بهذا الخلاف افضل ينعرف وينحكى ربما بشكل ضغط تا يعني يعملوا انه حاله جمود تما يستمر هذا الوضع، لانه المواطن معتبر انه في فريق متهم وفي فريق انه ضحيه. خلينا عم يحكوا بهذا الموضوع بين بعضه. يعني بكل العالم بينحكى بالوقائع بكل يعني بكل صراحه بين بعضه. بس حزب الله بيرفض هذا الاتهام. هلا هو عم يرفض، يرفض حقه الطبيعي يرفض، بيعتبر المحكمة مسيسة وبيعتبر كيف بده واحد بيرفض. يعني في فريق يتهم حزب الله بانه هو الذي يقوم بالاغتيالات، حزب الله بيجي بيقول انه انا مش انا اللي عم اقوم بالاغتيالات، انا ما إلي علاقه، بيجي هو يعطيك ضمانه انه انا ما بصير في بقى اعمال قتل. انا عم اقول لك شو عم بصير، انا ما فيني اقول لك انه حقه يرفض وانا ما فيني اقول انه هو القاتل، انا عم بحكي شو عم بقوله بين بعضهم. يعني اذا انه هن عم يتهموا هو عم يطلع عندهم اكثر من موقف، عملوا مؤتمر مشترك بين رئيس كتله الوفاء المقاومه النائب محمد رعد والوزير زهير صاطي. صحيح. وعملوا دفاع مطول قانونيا عن من اساس المحكمه للنقاش بقرار اتهامي. طلع السيد حسن نصر الله عمل استفاضه بموضوع انه الخلل بالتحقيقات وكيف انه لا وانه اسرائيل هي يلي قتلت الرئيس رفيق الحريري وفرجها الفيديوهات. بس هودي بالنتيجه انه انا بالنتيجه صحافي، انه انا عم بسمع بالنتيجه في محكمه بيروحوا على المحكمه اذا بدهم يقولوا نحن منا معنيين وهذا هذا هذا ظلم او هذا جور. نحن عم نحكي بالبلد في اتهام، يعني مثل ما انه بدك تحكي عن حدث سياسي، هذا حدث سياسي انه قائم بالبلد، مثل ما انه بنزيد بوتو صار في اغتيال ونحكى مين انه ممكن يكون وراها، هيدا كلام. طب اذا انا وانت ما عم نحكي بالال بي سي هون، طب عم نحكى باوروبا وعم نحكى على الجزيره والعربيه عم نحكى انه مش اذا حكينا نحن عم نتهم حزب الله، هيدا الاتهام اكيد. لا انه اكيد انه حزب الله انه هو في نظريه بتقول انه هو ما له علاقه، يمكن في جهاز براني يعني فرع بالحزب له امتداد خارجي يعني من ضمن المحور الممانعه، هيدي الامور هي بتبين المحكمه. انطلاقه عمل المحكمه برايك ستؤثر على الوضع في لبنان من الناحيه الامنيه؟ يعني ستحرك المزيد من الخضات الامنيه، ستحرك المزيد من الاغتيالات، ام انه يعني سهيك تمر مرور الكرام؟ يعني هلا كانه عم نقول انه الحزب اذا عملوا محكمه بده لا 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 انتبه هو 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 يعني بكل المرحله السابقه كان كل ما يكون في استحقاق له علاقه بالمحكمه تحصل عمليه اغتيال او تحصل عمليه تفجير.
انا متوقع انه تستمر هالوتيره تستمر، لانه لك في ثلاث مسارات على الساحه الداخليه. في التفجير اللي عملوه فريق النظام السوري بطرابلس اللي هو يعني هذا اللي كشفته شعبه المعلومات، وفي انه المسار المتهم فيه حزب الله، هنو بتقدر عم يتهموا بعضهم وفي المسار المتهم فيه المجموعات الارهابيه. طب هودي بدك مرجعيه لهم. اذا اعتبرنا 7 ايار والدوحه وقفت، هلا مين بده يوقف؟ مين بده يشكل المرجع؟ خلينا نحكيها مكشوفه، مين بده يشكل المرجع؟ والارهابيين مين بده يشكل الارهابيين؟ يمكن نزيد حركتهم لوحده، هودي الانتحاريين والتكفيريين. والنظام السوري هلا يعني بالوقت عم يتقلص وضعه، يعني عم تستفيد المعارضه على حساب داعش اللي هو انتجها، وعم يتقدموا تقدروا يروحوا على جنيف يقولوا ما في داعي للاسد، نحن عم نقتل الارهابيين. طب هل انه هو اليوم بحاله انه مرتاح يعمل شيء بالداخل اللبناني؟ لانه بالنتيجه كلهم عندهم امكانيات، انه هيدي كلها حسابات. لانه اذا عمل عمليه ثانيه وانكشفت على غرار ما كشفت المعلومات العمليتين الاخيرتين، ممكن ترتد سلبا عليه، يمكن ما عنده بقى الاجهزه الكافيه. يعني بس كله مفتوح على الساحه اللبنانيه. استاذ سمو ابو فاضل، بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم بنهاركم سعيد، اهلا وسهلا فيك بالـ MBC. مشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء.